بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب سنة تانية إعدادي، رجعنا لكم تاني مستر تامر علشان نشرح يونت 10 adjective order، ترتيب الصفات. معلش الفترة اللي فاتت احنا طبعا كنا موقفين شوية فيديوهات علشان دخلنا في رمضان وما كانش في وقت والدنيا صعبة قوي علينا، ومفيش وقت عندي إن أنا أنزل وأصور وكده بسبب رمضان. بس طبعا عشان انتوا طلبتم كتير الفترة اللي فاتت الفيديو ده، عاوزين الواحد العشرة، فكان لازم اعمل لكم الفيديو وما اتأخرش عليكم ورجعت لكم تاني ان شاء الله. النهاردة معانا زميلنا خالد، نحييه معانا في تاني اعدادي، هيشرح معانا القاعدة بتاعة ترتيب الصفات. خد بالك القاعدة رخمة شوية، محتاجة تركيز، وفي نفس الوقت اليونت ده سهل جدا، ما عنديش غير القاعدتين دول اللي هو ترتيب الصفات وعندي اسماء الاشاره وايد وانز. ترتيب الصفات ده انا جايب لك ترتيب الصفات النهارده بالكامل يا خالد، صح؟ اول حاجه يا خالد الوصف، اللي هو الديسكريبشن، الوصف. تاني حاجه سايز، حاجه. تالت حاجه شيب، شكل. رابع ايش؟ عمر. اللون رقم خمسه. بعد كده ماده خامه. وبعد كده الاسم. يا شباب انا ازاي اكون جمله فيها كذا صفه؟ هي الفكره في كده. هو مستر انت جبت لي 1 2 3 4 5 6 وادي كمان 7 الاسم، هو انا هيجي لي خالد السبعه مع بعض؟ لا طبعا، هيجي 3 و4. ممكن يجي كمان كام؟ 2. يبقى انا تعالى كده عشان الكاميرا تبان في الكاميرا. يعني انا مش هيجي لي كل ده، مستحيل اجيب لك كل جمله دي. ممكن اجيبها عادي، لكن انا في الامتحان مش هيجي لي جمله غير 2 أو 3 بس، مش اكتر. طب يلا يا خالد، لازم اما تبدا الجمله، واحد ابدا الجمله بصفات ايه؟ بالوصف. بريتي. الوصف، هات لي صفات على الوصف. بريتي، كلمه جميله. بريتي، كلمه بريتي صفه، انا بوصفها، بوصف البنت ان هي جميله، يبقى دي اول حاجه بتيجي في الجمله. نايس. نايس، جميل، صفه بتوصف. قبيح، أقلي. بيوتيفول، بيوتيفول، شكرا يا خلود، جميل قوي كده. هنا يا شباب اربع صفات اهو، الاربعه كلهم بيدلوا يا خالد على ايه؟ الوصف، بوصفك بانك جميله، بوصفك بانك نايس، كيوت، أقلي، بيوتيفول، بوصفك. دي وصف، يبقى اول حاجه في ترتيب الصفات لازم اجيب وصف. تاني حاجه بجيب يا خالد السايز، اللي هو الحجم. ولا يبقى لما تيجي ترتب الصفه اول حاجه تجيب لي وصف، تاني حاجه هتجيب وراها، احفظ ورايا صفه وصف وحاجه، هات لي حجم يا خالد. بيج، بيج كبير. سمول، سمول صغير. لارج، لارج. ممكن اقول لوز، واسع، فاض، تمام. ممكن اقول ايه؟ بيج، قلنا بيج. ممكن اقول سن، ممكن اقول ايه؟ فات. كل دي صفات بتدل على حجم، حجمك. يبقى تمام، بريتي بيك، بريتي بيك، نايس سمول، اقلي لارج، بيوتيفول لوز. هنا حضرتك جبت الاول الوصف، ثانيا جبت وراء الحجم. ثالث حاجه في ترتيب الصفات ايه يا خالد؟ الشكل، الشكل، الشيء. لازم نجيب مين؟ لونج. الشكل ده، الشكل ده ممكن يبقى دائري، ممكن يبقى مستطيل، ممكن يبقى مربع، ممكن يبقى بيضاوي زي ما خالد قال كده، ممكن يبقى ممكن تبقى الشكل بتاعي كمان لونج، شورت، بس احنا ممكن نعتبر الشورت برضه بالحجم. تمام؟ نعتبرها ايه؟ طب ممكن اقول دائري، سيركلار، دائري، سيركلار، ها، تراينجلار، مستطيل، ها، مثلث، ده ريكتانجلر، مستطيل، اوفال، اوفال، بيضاوي، سفير، كره، سفير، وهكذا. كل ده ممكن نعتبره من كروي، راوند، مدور. يبقى اهو تعالى ناخد صفه، بريتي بيج، راوند، نايس سمول، اوفال. يبقى دي يا شباب احنا بنرتب الصفه بحفظنا ده لها، لازم تبقى عارف ان ده صفات بتدل على الشكل.
دي صفات بتدل على حاجه، دي صفات بتدل على الوصف. بعد كده مين؟ العمر. العمر ده اللي هو ايه؟ دي مهم قوي، الجزء ده مهم. ممكن يبقى انشن، لان الدرس كله عن قدماء المصريين. او مودرن. ممكن يبقى مودرن حديث. ممكن يبقى يونج. ممكن يبقى يونج صغير السن. ممكن اولد. ممكن اولد عجوز. شوف كل دي صفات بتدل. ممكن تراديشنال برضو بتدل على العمر. تقليدي لانها زي انشنت. ها يبقى انشنت مودرن يونج اولد، كل الحاجات بتدل على العمر يا شباب. يبقى رقم واحد تاني وصف، احفظ معايا وصف وحجم شكل وعمق، وصف وحجم شكل وعمق اكتبها ورايا، وصف وحجم شكل وعمق. بعد كده اللون، رقم خمسه في الصفات اللون. طب مستر تاني هتسالني سؤال، هو هيجيب الخمسه ورا بعض؟ لا، وخد بالك انه ممكن يسقط حاجه في النص، يعني ممكن يجيب وصف وشكل وعمق، ممكن يجيب حجم وعمر ولون، ممكن يجيب عمر ولون وما ادخل الجمله كده. وهقول لك امثله تحت وهفهمها لك. اللون يا خال، اي لون؟ ريد، جرين، يلو، بيربل، بينك، اي لون يا شباب. بعد كده اي ماده خال؟ ماتيريال بتاعتي، ممكن تبقى قطن، ممكن تبقى ذهب جولد، ممكن تبقى لينن كتان، ليذر جيلد، اي ماده خال، اي ماده خام يا مستر. ممكن تبقى سيلفر فضه، ممكن تبقى وود، ممكن تبقى جلاس، هذه ماده خام. اما الاسم، هو الاسم اللي انا هتكلم عنه، انا هتكلم عن القميص يبقى الشيرت، هتكلم عن الملابس الكلوز، هتكلم عن النيكلاس العقد، هتكلم عن الرينج الخاتم، هتكلم عن الرينجز الحلق. يعني اي اسم، اي اسم. تعالى كده، يعني ممكن اخد حاجه مع عمر مع ماده خام مع اسم. تعالى جبت لك مثال، شي لايكس يا خالد، لوز هعتبرها ايه هنا؟ لوز ايه؟ حاجة. عديت انا الوصف يا شباب، سبت الوصف. ها بعد كده مين؟ وايت. قال لا، شفت عديت مين؟ ده انا عديت الشكل والعمر وجبت اللون، لوز وايت. الجمله دي مهمه ممكن تجيبها في الامتحان، ركز عليها. بعد كده مين؟ ماده خام. يبقى انا جبت شكل، اول حاجه جبت حجم، جبت لون، جبت مادة خام. تعال بعدها، he wore a long، long اعتبرناها ايه long؟ اعتبرناها حجم وتنفع شكل، اعتبرناها حجم. بعد كده جبنا مين؟ انا جبت الحجم اهو. شوف عديت مين؟ عديت الشكل والعمر وجبت مين؟ اللون. اللون. وبعد كده جبت المادة الخام اللي هو القطن. بعد كده الاسم اللي هو مين؟ الشيرت. تمام يا شباب؟ فانا ممكن اسقط صفات من النص، انا ممكن اجيب اثنين ثلاثه بالكثير مش اكتر. يعني بعد كده ذكرى ancient Egyptians wore beautiful gold necklace. جبت هنا صفتين بس مش ثلاثه كمان، beautiful وصف، جبت جولد. يا عربي ده مستر، ده انت عديت كل ده. عديت كل ده، انا جبت وصف وجبت ماده خام، وبعد كده ايه الاسم. يا رب يكون الدنيا كده سهله وبسيطه. درس مش ولا هو رخم ولا هو حلو، محتاج منك جزء بسيط من الحفظ، تحفظ وصف، احفظ معايا وصف وحجم شكل وعمر، لون ماده خام اسم، احفظ وصف وحجم شكل وعمر، لون ماده خام اسم، وصف وحجم شكل وعمر، لون ماده خام اسم. صعبه؟ زميلنا حافظها اهوت وبيسمعها معايا على طول. تعالى هنا يا خالد، بعد كده عندنا اسماء، اسماء الاشاره يا شباب، زس وزت وزيس وزوز، اسماء الاشاره. قلنا زس للمفرد القريب، جدع، تستخدم للمفرد القريب. زس هيجي معايا يا خالد از، زس از، زس از ماي سكيرت، زس از ماي هات، زس از ماي بن. القلم بتاعي، القلم هو المفرد، الجيبه مفرد، الطاقيه مفرد، فخالد از. طيب لو عاوز اخليها بعيد هتبقى زت، وتاخد از برضه. ركز بقى معايا، يبقى زيس وزت ياخدوا از، زيس وزوس ياخدوا ار، عشان تبتدي حاجه تسالك فيه. زيس وزت بياخدوا از، زيس وزوس بياخدوا ار، زيس خلي القريب مني يبقى زيس. طيب لو هو بعيد يبقى زت، عشان مفرد، احنا دلوقتي مفرد. طيب تعالى بقى الجمع، ياخد ايه؟ زيس او زوس، الاثنين ياخدوا ار،
زيس قريب ولا بعيد؟ قريب. زيس قريب. زوس بعيد. بعيد. جمع بعيد. زيس ار ماي بنز. دي الان الان معاها بايه دي؟ طيب زوس ار بيرتس. دول الطيور، الطيور فوق في السماء بعيده. يبقى خد بالك هنا جمع فخد زيس وزوس. جمع ياخد زيس وزوس. دي بتاعت تاني ابتدائي مش تاني اعدادي. يعني المفروض ان كنا عارفينها اصلا مسبقه. يبقى زيس وزد تاخدوا اس، زيس وزد بياخدوا اس، زيس وزوس بياخدوا ار. امال ايه حكايه وان ووانز؟ انت شفت البشاره كده؟ وان وانز. شكرا. وان يا خالد امتى تستخدمها؟ مع المفرد. مع المفرد برضه. وانز مع الجمع. بصوا يا ولاد. اي هاف ا واتش. انا عندي ساعه. بيتر زين ذا واتش. بص بص. This watch is expensive. انا عندي ساعه، الساعه دي غاليه. هنا يا ولاد انت قلت واتش. ورجعت طبعا شفت انا جبت ايه؟ انا جبت القاعدتين مع بعض. ركز معايا. This مفرد. عشان الساعة مفرد. طب انا عندي حل يا خالد، لما كل شوية اكرر كلمة واتش واتش، طب ما انا اشيل واتش ده واحط مكانها وان. هذه الواحدة. انا عندي ساعة، هذه الساعة، لما اكتب هذه الساعة فبكتب زيس وان. زيس وان از اكسبنسيف. زيس وان از اكسبنسيف. طب شوف دي بقى، شي هاز جات رينجز. هي عندها ايه؟ حلق. ده ايه؟ جمع. حلو الكلام. These earrings. These earrings are big, big او round او beautiful. الحلق ده بيكون كبير. حلو الكلام؟ الايرينجز مفرد ولا جمع؟ جمع. جميل. ياخد وند ولا وانز؟ وانز. هنا ناخد وانز يا اولاد. ليه؟ لان الايرينجز جمع فلازم اديله وانز. يبقى انت المفرد هياخد وان، اما الجمع هياخد وانز. خد بالك من الحته ديت. وان مع از برضو، وانز مع مين؟ مع ار. هنا this one is expensive. وان و از. this ones are. الوانز جمع. يا رب تكون النهارده استفدت من الفيديو. زي ما قلت لك احنا تعطلنا اقول لكم الفتره اللي فاتت عشان خاطر رمضان، ما كناش متاخرين على حاجه. ان شاء الله مستمرين ومكملين بيكم وليكم ان شاء الله.